أنا تزوجت منذ شهر. نعم. من رجل معدد. نعم. وكان وعده أكيد بالحب والود لكن بعد أسبوع تغير نعم. كل شيء وصار يجافيني. نعم. وإرضاء لزوجته كان لا يبيت عندي. وكنت مقدرة للوضع نظرا للمشاكل وقدرت الوضع. والآن يبيت عندي وينفق علي لكن لا يزورني ولا يتفقدني ولا أروح إلا في ليلتي. لحظة أختي أختي أمت الله تقول الآن صار يبيت عندك صح؟ صار يبيت عندي. نعم لكنه تخلى عن مسؤولياته لا ينفق ولا لا ينفق. طيب ينفق بكرم وسخاء. الحمد لله. طيب ينفق بكرم وسخاء. طيب لكن لا يزورني ولا يتفقدني. كيف لا يزور أختي أمت الله كيف نعم. كيف لا يزورك وهو يبيت عندك الآن؟ تقصدين فقط في الليل. في الليل ما يأتي في النهار. لا يأتي في النهار مع العلم أنه يكون عند زوجات من أخرى عند زوجتان. حتى أن يسأل علي وما لا يوجد حتى طيب. كلمة طيب. طيبة أو محبة لا يوجد. طيب. وقال لي أنا أريد أن أسأل شيء فقط. هو قال لي أنه لا يريد أن أحمل ماء. نعم. يريدني طيب. أن أشرب حبوب مانع الحمل لا يريدني أن أحمل معه. نعم. أنا طلبت الطلاق. طيب أمت الله بالنسبة للحمل هل اشترط عليك هذا قبل؟ لا أثناء عقد النكاح ما اشترط وقال لي وقلت لا أنا نظرا إلى طيب لحظة أختي أمت الله أنت يعني ملخص سؤالك تقولين بأنك تزوجتي من رجل معدد وقد وعدك بالحب والود إلى آخره وبعد أسبوع تغير كل شيء الآن أنت تقولين بأنه يبيت عندك الإشكال في أن الرجل أنت تقولين بأنه لا يأتي في النهار هذا هو الإشكال عندك الآن ولا يريد أن تنجبي أختي أمت الله الإشكال بأنه لا يأتي في النهار ولا يريد أن تنجبي صح؟ والإشكال الآخر أيضا أنه لا يقول لكلمة طيبة. طيب. أنت الآن تسألين عن طلب الطلاق يا أختي ولا ماذا؟ أو تريدين نصيحة أو توجيه من الشيخ؟ أسأل عن طلب الطلاق. أيه؟ طلب الطلاق أم لا؟ وإلى متى؟ وأسأل أيضا طيب. عن إذا كان العدل في المكوث ليس من حقوق ليس شرط من شروط التعدد. طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي. أنا أريد كلمة طيبة أريد مودة أريد رحمة أريد في هذا البيت. أعانك الله أمت الله وتسمعين توجيه الشيخ بإذن الله تعالى. أرجو الدعاء. طيب أمت الله يا شيخ من الجزائر يعني هي تشكو من معاملة زوجها لها ومن حالتها مع زوجها المعدد كما قالت هي تقول بأنه يبيت عندها لكنه يا شيخ لا يزورها ولا يأتي عندها في النهار هو ينفق عليها كما تقول بكرم وسخاء تقول لكنها تنتظر منه يا شيخ كلمة طيبة هل لها أن تطلب الطلاق إلى متى تقول أصبر ما نتوجيهك لها يا شيخ والله يعني هذه الإشكالية لا تتعلق بالتعدد أو عدمه صحيح. جفاف العلاقة بين الزوجين وجمود الصلة بينهما يشتكي منه من ليس لزوجها إلا هي ومن صحيح. عنده أكثر من زوجة فلا علاقة لهذا بالتعدد ولذلك لا يرتبط هذه القضية نعم بالتعدد التعدد يعني قد يكون مرافقا لهذه الصورة وقد يكون خارجا عنها إذن هذه قضية لا علاقة لها نعم. بالتعدد هذه قضية تتعلق بأنه ينبغي على الزوج أن يحسن عشرة زوجته وأيضا يلبي طموحها فيما يحصل به الألفة بينهما والاجتماع وعدم النفرة وما إلى ذلك مما تطيب به الحياة والكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الرجل لامرأته كلمة طيبة ترضيها ولو لم يكن يشعر بها شعورا كاملا لأنه قد يقول والله أنا لا أشعر بما أقول هل أكون كاذبا المعلوم أنه هذه الأمور يعني يتسامح فيها ومصلحة الألفة التي تحصل بين الزوجين والانسجام وكفاية كل واحد منهما بالآخر يحصل بذلك نوع من التجاوز في كون هذه الكلمة مطابقة للواقع 100% فإذا قال لها يا حبيبتي مثلا أو يا غاليتي أو ما إلى ذلك من الكلمة
الكلمات التي تجري بين الأزواج، وكان ذلك إدامة للود بينه وبين زوجه، ولو لم يكن يشعر بذلك شعورا تاما. فالمقصود هو دوام العشرة وتلبية حاجة المرأة، أما أن يمسكها ويقصر عليها في هذا الجانب الذي الآن مثل هذه الكلمات متطايرة في حياة الناس، يسمعها الرجل من كل مكان وتسمعها المرأة من كل مكان. للأسف إنه أصبحت الكلمات هذه شائعة شيوعا أذهب روحها وخلى عنها مضمونها في بعض الأوساط، لا سيما في علاقة الرجل بالمرأة، لا سيما أولئك الذين يريدون أن يختطفوا قلوب النساء أو النساء اللواتي يريدن اختطاف قلوب الرجال، قد تستعمل هذه الكلمات وهي غير صادقة أو هو غير صادق في الكلام بها. فبالتالي ينبغي للرجل أن يعف زوجته، أن يعف أهله، أن يصونهم ويحصنهم ويحصن لهم الكفاية طيب العشرة والكلمة الطيبة وحسن اختيار الألفاظ وانتقاء الكلمات التي تجدد الحياة وتوجد مودة بين الطرفين. وهذا لا ينقص الرجل، يعني الإخبار بالحب ليس نقصا في الرجل، لأن بعض الناس يتصور أنه إذا قال لزوجته كلمة حب أنه هذا سينقص من قدره أو ينزل بمكانته وتغتر عليه. قد يكون هذا موجود في بعض الحالات، لكن ليس هذا هو الأصل. ثم إذا حصل ووجد عند ذلك يمكن أن يعالج الإنسان الموضوع بمعالجة معينة، لكن أن يمتنع من قول الكلمة الطيبة خشية أن يحصل اغترار من المرأة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الوساوس والأوهام التي تصد عن حياة مستقيمة، حياة طيبة بين الزوجين. الذي ينبغي وأؤكد عليه أنه ينبغي للزوج وينبغي للزوجة أن يبذل كل واحد منهما ما يستطيع في تطييب الحياة، وهي عملية مشتركة ليست من طرف واحد. يعني لا نحمل مسؤولية للرجل كما أن المرأة لا تتحمل مسؤولية بمفردها، المسؤولية مشتركة. قد يكون أحد الأطراف جامدا أو غافلا أو لا ينفع فيه مثل الكلام، عند ذلك يبحث عن أساليب وطرق. فإذا وصلت بها الحال إلى أنه ما تطيق المعيشة معه والحياة في ظل هذا الجمود الذي تعيشه، عند ذلك هذا بأس، لا سيما إذا خشيت أن تختطف بعلاقة أخرى محرمة أو بتواصل لا يجوز أو ما أشبه ذلك. عند ذلك ينبغي أن تفك نفسها بما تستطيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، من غير ما بأس. فإذا كان هناك بأس وهو أن تكون عائشة يعني عيشة سقيمة لا حياة فيها ولا ألفة ولا مودة، فعند ذلك هذا نوع من البأس الذي يجيز الطلاق. لكن أنا أنصح أختي، أنا أتوقع أن المسألة ليست كما صورت، لأنه يعني قد يكون هناك في التصوير نوعا من المبالغة لإظهار حل، لأنها قالت لا يزوري ثم ذكرت أنه يبيت معها وأنه ينفق عليها بسخاء وكرم. يعني مثل هذا يعني أنا أجزم أنه هناك غائب في الموضوع يمكن من خلاله أن تنفذ إلى قلبه وتستجلب، وقد تكون هي يعني عندها شيء من الغيرة أو الطموح الأكبر من بحكم أنها جديدة وبحكم أنها قد تكون أصغر من الأخريات. فينبغي أن تناقش وتبحث هذا الموضوع مع نفسها وتستعين بالاستشارة بأحد من حولها من الثقات العقلاء في مواربة الأمر، وأنا لا أشير عليها بطلب الطلاق حقيقة، لا أشير، لأن هي أقدمت على مشروع الآن وأقدمت وهي عارفة، يعني هي لم تتفاجأ أن الرجل هذا متزوج، هي أقدمت وهي تعرف أن الرجل متزوج وأن له ارتباطات وأنها لا تستحق منه إلا الثلث، وبالتالي ينبغي أن تراعي هذا الأمر وأن تحاول أن تقرب الأمر من خلال المناصحة، من خلال المشاورة بطرق الحل وما إلى ذلك من وسائل. إذا عجزت ووصل الأمر إلى منتهى لا يمكن أن يطاق، فعند ذلك تبحث عن مخرجا وفرجا. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا.